السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو صفحة 29 لكتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. حنا وصلنا للحصة الخامسة، عندنا التمرن من جديد. السؤال الأول يقول أحسب طول الخط المنكسر. هذا خط عادي، تابع معايا، خط عادي، ولكن هذا كامل كيتسمى خط منكسر، خط مهرس. هرسنا ها هو غادي هنا، ولا تهرس هكا، ولا تهرس هكا، ولا كان جاي هكا وتهرس هكا، تهرس هكا، بحال كيبان لك بحال هذا الخط راه تهرس تقرب. إذا أحسب طول الخط المنكسر، أحسب من هنا حتى لهنا، هذا كامل أحسب الطول ديالو باتباع طريقة أحمد ثم باتباع طريقة خديجة. عندنا جوج طرق هنا، طريقة دارها أحمد وطريقة درتها خديجة. حنا غنشوفوهم كاملين، نبداو بعدا بالطريقة ديال أحمد، عاد نرجعو لطريقة خديجة. نشوفو الطريقة ديال أحمد. قالك أحمد، قالك قام أحمد بقياس طول كل قطعة من الخط المنكسر وجمع القياسات. هنا جاب المسطرة وحسب هذا القياس، هذا القطعة الحمراء وكتبها هنا، ولا جاب القطعة الخضراء وحسبها بالمسطرة وكتبها هنا، ولا جاب القطعة الزرقاء وحسبها بالمسطرة وكتبها هنا، ولا جمع كل شيء دار الزائد بيناتهم وجمع القياسات كاملين. نحسبوا هنا بالطريقة ديال أحمد، عاد نرجعوا نشوفوا الطريقة اللي دارت خديجة. إذا تبعوا معايا الله يرضي عليكم. القطعة الحمراء هي أنا نعرفها في الأول، شوفوا معايا مزيان، شوف فين كنحطها، شوف تبعي، شوف فين كنحطها، الصفر كنحط، ما كنحطش هنا، ماشي كنجيو نديرها هكا، لا، كنحط الصفر على الأول ديال القطعة الحمراء. شحال جاتني؟ 4 سنتيمتر، تبعوا معايا مزيان، باش ما نغلطوش، برك على المسطرة باش ما تغلطش. 4 سنتيمتر شحال مليمتر؟ انا ما وصلتش للخمسة، شحال مليمتر؟ 1 2 3 4 5 مليمتر. اذا 4 سنتيمتر و ها هما هنايا ما وصلتش للخمسة، غير 4 مليمتر. اذا 4 سنتيمتر و 4 مليمتر كما هنايا عندنا. حنا بحال زدنا شي مليمتر في الحساب، ما عطيتش مسطرة قاعدة. نوليو نشوفو هنا شحال عندنا، كما كتشوف نحطو مسطرة قاعدة. هات عندنا من الصفر حتى 3 و 5 مليمتر، 3 سنتيمتر و 5 ديال المليمترات. القطعة الخضراء 3 سنتيمتر و 5 مليمتر. ندوزو القطعة الزرقاء، نحسبوها، تابعو معايا مزيان، حطينا في الصفر، هي قريبة توصل ل 7 مليمتر، ناقصها لازم نتأكد، ناقصنها جوج شرطات. إذا شحال هي؟ 6، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مليمتر، 6 سنتيمتر و 8 مليمتر. ياك دابا نحاولوا نجمعوا دوك القياسات كاملين، نحاولوا نجمعوهم، عاد نجمعوا 4 و 5 شحال 9 و 8 9 مع زائد 8 17. إذا نكتبوا 7 ونحتفظوا بواحد. شنو هذاك الواحد؟ هو 10 ديال المليمترات، 10 المليمترات هي 1 سنتيمتر، غنجيبو هنا. إذا شحال كيبقاو لنا؟ 4 سنتيمتر و 3 7 سنتيمتر و 6 13، وهذا واحد اللي جمعناه من هنا صرفناه، شحال كتولي؟ نعاود 4 و 3 7 و 6 13 و 1 14، إذا 14 سنتيمتر. هذا واحد اللي جبناه هو اللي جمع لنا من 17 مليمتر، خلينا 7 هنا في المليمترات، وال10 صرفناها رجعناها سنتيمتر. اذا شحال الطول ديال هذا الخط هذا كامل؟ هو 14 سنتيمتر و7 مليمتر حسب احمد. دابا نشوفوا الطريقه ديال خديجه شنو دارت. نشوفوا خديجه واش عندها شي طريقه اخرى. تابع معايا مزيان، شوفوا شنو دارت خديجه. قال قامت خديجه بنقل اطوال القطع، الطول ديال هذه وهذه وهذه، نقلتهم باستعمال بيركار، خدمه بيركار. انا نوريكم كيفاش دارت. نقل اطوال القطع على خط مستقيم، رسمت بعدا واحد الخط مستقيم وهذا ازرق، ونقلت دوك القطع باستعمال البركان، وعاد لا تا مخا عاد جابت مسطره وحسبت شحال الاطوال. نشوفوا شكون اللي فيهم اللي عنده الطريقه زوينه. حنا نشوفوا الطريقه اللي دارت هي، نتبعوها، تابع معايا شنو دارت. جات لها القطعه الحمراء وحسبتها، حطت هكا ودارت هكا، ياك هكات هاد الفتحه هذه، عاد تجي ديرها هنا هاد المستقيم، ها شتي، ها هي جات في البلاصه اللي فيما جاتنا هنا. نشوف القطعة الخضراء، نعبروها تاني، حطت تاني هنا وجات هنا، شتو؟
جمعت الهاتف تاع هذه كيما انا كيما كتشوفوا جات هذه الفتحه اجي تكمل حط الثاني فيما وصلت قبيله وعجي وعطى الرسم هذا شتا غتولي ثاني ترسم هذا القطعه الزرقاء تحط هنا وتجي تالو الخير شتو كي دار تولي تنقلها هنا اذا كانت كتبان لكم هيا في وسطتها وسطتها تم هنا كما كتشوف ها وتبع معايا شحال جاتها جابت مسطره ولا جابت مسطره حسبت السنتيمترات شوف شحال جاتها 14.5 ملم 6 ملم 7 ملم نفس الشيء لا هي ولا احمد خرج لهم نفس الطول فاش جابت المسطره حسبت لقيتها 14 سنتيمتر و7 ملم هو جاتو ثاني 14 سنتيمتر و7 ملم حتى هي نفس الشيء 14 سنتيمتر و7 ملم كما راحت نقلت القطعه الحمراء حطتها هنا ولا جابت البركان نقلت القطعه الخضراء هنا ولا جات القطعه الزرقاء زادتها هنا وجابت المسطره حطتها كامله هنايا وبقات كتشوف شحال لقات من سنتيمتر هات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ما وصلتش 15 اذا بدات تحسب 1 2 3 4 5 6 7 ملم درتها هنا لقينا نفس النتيجه بينها وبين احمد نمروا للسؤال الثاني تبعوا معايا مزيان هذا عليكم نشوفوا السؤال الثاني شنو طالب منا نتابع مزيان لك السؤال الثاني قال لك احيط بخط القياس المناسب في كل حال وتابع معايا نعطيك واحد التقنيه اللي ما عمرك غتغلط في هذه الاطوال هذه قال لك مثلا دابا هذا هذه الخطوه هذه هذا القياس هذا واش هو 9 ديسيمات ولا 9 متر شنو يقول اللي صحيحه فيهم كتدور عليها اخر هنا هاد الطول الثاني هذا ديال الباب واش جوج متر ولا جوج سنتيمتر كتبقى تفكر شكون اللي فيهم صحيحه باش ندور عليها هنا هاد النمله الطول ديالها واش 4 ملم ولا 4 ديسيمتر كتبقى تقول اين هي فيهم اللي صحيحه باش ندور عليها كذلك هاد القلم واش الطول ديالو 15 متر ولا 15 سنتيمتر انت معايا مزيان نعطيك واحد التقنيه اللي ما عمرك غادي تغلط المتر شنو هو المتر اعتبره خطوه خطوة هي متر فهمت خطوة كبيرة هي متر أقل أقل ما يمزي الديسيمتر هو نص مسطرة الديسيمتر واحد ديسيمتر هو النص ديال المسطرة أنا نقول لكم ما تقولش نص مسطرة قول الشبر الشبر ديالك أنت هو واحد ديسيمتر إذا اتفقنا شنو قلنا متر خطوة ديسيمتر شبر المليمتر شنو السنتيمتر هو الضفر ديالك بحال دابا هاد الضفر هذا ديالك من هنا لهنا هو سنتيمتر ياك المليمتر اعتبروا شنو نقول المليمتر واحد مليمتر قول شعره بحال تقول شعر شعره ديالك محطوطه هي واحد مليمتر نعاود معاكم المتر خطوه ديسيمتر شنو قلنا شبر سنتيمتر ضفر المليمتر شعر ايوا دابا ملي فكرتي فيها حاجه نمشيو انا وياك بحال دابا هاد الخطوة واش فيها 9 متر فيش كاين 9 متر بحال 9 ديال الخطوات إذا ماشي صحيحة فيها 9 الشبورات يقدروا يكونوا هنا 9 الشبورات 9 ديسيمات إذا الصحيحة هي 9 ديسيمات ماشي 9 متر خطوة ما تسولناش 9 الخطوات لأن قلنا المتر فيه خطوة إذا 9 الشبورة هنايا هنا 2 متر ولا 2 سنتيمتر قلنا المتر هو 2 خطوات الباب يقدر يهز 2 خطوات ولكن ماشي جوج دفورات قلنا السنتيمتر هو الدفر واش الباب كامل غيكون فيه غير جوج دفورات لا اذا جوج متر عقلوا لهاد التقنيه ديما خدامه هنا النمله قلنا الديسيمتر شنو هو هو الشبر الديسيمتر هو الشبر واش النمله فيها 4 شبورة هادي ماشي نمله هادي راه تمساح واش النمله فيها 4 شبورة لا اذا فيها 4 ديال الشعرات بحال حطينا 4 ديال الشعرات 4 مليمتر واضح ندوزو القلم القلم واش فيه 15 خطوه 15 متر ولا فيه 15 سنتيمتر قلنا السنتيمتر هو الضفر راه حطينا الضفر حدا الضفر حدا الضفر حدا الضفر قلم الضفر حدا الضفر حدا الضفر 15 اذا 15 سنتيمتر ماشي 15 متر نعقلوا على التقنيه اللي علمتكم ما بقيتش غادي تغلطوا في هذه الامور هذه ندوزو لاتذكر تحت تابع معايا
هما دايرين لكم هاد الامور هذه شويه صعيبه باش صعيب تفهمها، ولكن انتم عقلوا على اللي قلت لكم. المترو خطوه ياك، الديسيمتر شبر، السنتيمتر ضفر، المليمتر بحال هو شعر. ها سنتيمتر سنتيمتر، علاش؟ لان المتر كيتقسم على 100، ديسيمتر ديسيمتر لان المتر كيتقسم على 10 متر، والمليمتر لان كيتقسم على 1000 مليمتر. فهمت؟ هنا قال لك 1 متر ها هو كيساوي لنا، حيت الديسيمتر باش تقول التحويله هو هذا 10 ديسيمتر. 1 متر كيساوي لنا 100 سنتيمتر، 1 متر كيساوي لنا 1000 مليمتر. 1 ديسيمتر باش يجي لنا 1 ديسيمتر شحال كيساوي لنا؟ 10 سنتيمتر. 1 ديسيمتر ايضا شحال كيساوي لنا؟ 100 مليمتر. 1 سنتيمتر جينا هنا كيساوي لنا 10 مليمتر. قالوا على التحويلات، وانتم بالطريقه اللي وريتكم ديال الخطوه وديال الشبر وديال الضفر وديال الشعر غادي تفهموا التحويلات ويجيكم ساهل. هذه صفحه 29 كملناها انتهى.